كاي لكام بول كو اتشاب دام 19 في قائمة منتخب كوريا الجنوبية. كرة تصل منتخب كوريا في نص الملعب للمنتخب الكوري الذي يريد أن يفاجئ العنابي طبعا بالهدف الأول، لكن نعلم قوة العنابي وإمكانية هؤلاء اللاعبين لأن البرتغالي كرة هنا محاولة من الناحية اليمنى، لعبة ربما لعرضية موجودة ولكن عبرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ممتاز ممتاز، تحت 20 عام سنتحدث عنها في قادم الدقائق لأنه هذه الفئة ايضا تحت 15 عام. هنا كره محاوله للناحيه اليمنى، سيف الدين باذن الله في الدوحه، كره مره اخرى عرضيه موجوده خطيره خطيره خطيره. الله على يوسف عبد الله، الله على يوسف عبد الله، تقدم الامام، لعبه الى الامام في هذه المحاوله الكوريه الخطيره. عبرت بسلام على مرمى العنابي، مرت بأمان على مرمى العنابي على أوروبا أو سواء على مستوى العالم. إليدو فالي أخذ الخبرة وساعد برونو برونو ميغيل أو قد استعان ببرونو ميغيل في للناحية اليمنى. هنا لعب محاولة في نقلة إلى الأمام باتجاه تميم، يحاول في هذه الكرة تميم منصور، سقط في الكرة الماضية، تحصل على خطأ في الكرات الثابتة أحمد الراوي في هذه اللعبة. الكرة العالية أحمد الراوي بالرأس بأن يكون حاضرا في المركز الرابع بعد خسارة كانت أمام المنتخب. باكستان حققت اللقب الأول على حساب فيتنام، والعنابي النابي اللي حق أن يعمل وكان ينتظر البطولة بأن يحققها، لكن إن شاء الله البطولة القادمة عامل الأرض والجمهور يكون من حليف العنابي وتكون البطولة. رحمن رافت في هذه الكرة الخطيرة، هذه الخطيرة هذه الخطيرة، المتابعة ما زالت مستمرة، عبرت عبرت مرت راحت مع راية موجودة نضم فلسطين واليابان والعنابي، لكن هنا كرة في الأمام تعود مرة أخرى محمد أو سواء في الموسم الماضي. كرة في وجه محمد عماد ليحمل إشارة القيادة، محمد عماد حضور هنا، كرة إلى الأمام، لعبة جميلة، هذا أسامة يتحرك، أسامة سدد، أسامة الله 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 على أسامة، الله على أسامة، الله على الطائر في اللعبة الماضية اللي سدد كرة كانت جميلة. أسامة أسامة يعود لعبد الرحمن رافت بدورة كرة عالية جميلة بالرأس، يعرف نقاط القوة في منتخبنا الوطني، يعرف اللي ننتظرها في أرضية الملعب. كرة تصل من جديد للناحية اليسرى عرضية وإلى 23، المواجهة الأولى التي بدأت منذ عام 2 إصابة في هذا التدخل من قبل مين جاي، مين جاي كوريا الجنوبية، وذلك الهدف منح العنابي الانتصار. كرة عالية إلى الأمام خطيرة، عبرت إلى خارج أرضية الملعب، عبرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. جون سونغ في الكرة الماضية قدم بشكل ممتاز، جاسم جابر كرة عالية، الراوي خطف، الراوي يا سلام يا سلام يا سلام، هذا المخيف هذا المخيف هذا المرعب هذا المرعب في أرضية الملعب، مرعب. هو أحمد الراوي، هو أحمد الراوي اللي يعيش فترة تألق سواء مع نادي الريان وسواء مع المنتخب، هو الراوي 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 يروي لنا قصة الهدف الأول. دقيقة 30 دخلوا لاعبي منتخبنا الوطني لأجواء المباراة، دخلوا للمتعة باتجاه أسامة، يعجبني أسامة وين ما تحب، وين وين ما يكون أسامة موجود. إلى الأمام، لمسة إلى الأمام، محاولة خطيرة، لعبة خطيرة للعنابي، الثاني جول الثاني جول. أوه على كرة الراوي، هذا مرعب هذا مرعب، الراوي يخوف، الراوي يخوف، الراوي مستمرة تعود لمنتخب كوريا في هذه المحاولة الخطيرة. برافو برافو جاسم جابر، برافو جاسم. كوريا الجنوبية سننتظرها، لكن لاعبينا جاهزين في أرضية الملعب. ثالثة أيضا ورابعة أمام الياس، كرة ترسل عالية بالرأس موجودة وإلى خارج أرضية الملعب. جاسم جابر يضرب كرة بالرأس، تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. لعبة ممتازة، تشاويجي نقلة إلى الأمام من قبل تشاويجي سهلة لحارس جابية. كرة من جديد، هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، تسديدة بعيدة
بعيدة يا إلياس، جرب حظه ممتاز إلياس. الشوط الأول من مركز تشانغون لكرة القدم، العنابي واحد عن طريق أحمد الخطوط. أعتقد إذا كان موجود الشوط الثاني أو دخل بيكون كابتن إلى الشوط الثاني منتصر الأزهري. أحمد الراوي بنتيجة واحد مقابل لا شيء، هنا تسديدة عبرت إلى خارج أرضية الملعب بسلام، راحت بسلام على مرمى العنابي، راحت إلى ضربة مرمى عن طريق اللاعب يوسف عبد الله اللي يتابع حارس المرمى. كرة ترسل عالية بالراس، كل ما عندها لأن تتواجد في البطولة، وبالتالي أيضا العنابي سيقدم ما يقدم الراوي في أرضية الملعب شيء مثير من خلال أحداث هذه المواجهة. يأمل الاستمرارية، نأمل الاستمرارية. اليمن، اليمن واحد من المنتخبات القوية عبر 23 عام. حارس المرمى يوسف عبد الله يخرج على دور التصدي. كوريا الجنوبية بتبديلين في أرضية الملعب، وهي تبديلين في وسط الملعب بالرأس اليمنى. مهدي سالم أيضا واحد من أسامة يحاول، أسامة يفضل إلياس، إلياس إلياس لي تميم منصور، وصل الكرة باتجاه أحمد الراوي، راحت الراوي سدد. يا الله يا الله يا الله الله يا راوي، الله يا راوي. في اللقطة الماضية أحمد الراوي حلل الفارغة لنقل الكرة للناحية اليسرى من ملعب المباراة لمنتخب العنابي. كوريا وصلت لملعب العنابي، هنا لعبة، هنا محاولة، لمسة إلى الأمام، لجأ كرة ترسل عالية إلى الأمام بالراس كوريا. هذا تيبي منصور اللي عدى في المرة الأولى، البديل اللي حاضر. كرة لخطأ لعناصر راي العنابي بتسديدة. الله على المتابعة، تابع 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 الكرة، ما زال داخل منطقة الجزاء بالراس من منصور، وصلت لحارس المرمى. يا سلام يا سلام يا سلام، العنابي يحتفل، العنابي يحتفل في كوريا، العنابي يحتفل في كوريا بهدف ثاني غريب، بهدف ثاني غريب. راسم منصور، راسم منصور، نعم الثعلب يسجل هدف ثاني للعنابي. نافعة للراية البيضاء، كرة إلى الأمام، لعبة موجودة لمصلحة المنتخب الكوري. هذه اللعبة خطيرة، هذه المتابعة الدفاعية سيف الدين.